صحيح النبي عالج جزئيا ان ما حدش هيهاجم المدينه فورا، لكن المكائد بتعد، ويبدا واحد اسمه خالد بن سفيان. خالد بن سفيان يجمع قبائل في شمال المدينه ويبدا يحرضهم، ما تيجوا نغزو المدينه وناخد خيرها ونطرد محمد ونبقى احنا زعماء العرب ونواجه قريش وننتصر. خالد بن سفيان شديد الكفر كانه شيطان، ويبدا خالد بن سفيان يجمع الجموع يجمع الجموع ويجهز الجيش هيهاجم المدينه. النبي صلى الله عليه وسلم مش عايز يدخل في اي معارك جانبيه غير مع قريش، هو عينه على ايه؟ على مكه. هو اصلا الهدف مكه، ده احنا غيرنا القبله والقبله بقت اتجاه مكه. مكه هي الموضوع، لو مكه سابتني بين الناس، لو مكه اسلمت اسلمت العرب، ده هي دي قاده العرب، فما تدخلنيش في معارك جانبيه. يا جماعه احيانا تبقى انت عندك معركه كبيره ويجي موظف صغير في الشغل يعمل معاك مشكله، وانت عندك هدف كبير عايز تروح له، اوعى تخش في معارك جانبيه. واحد يشتمك في صحه، اوعى تخش في معارك جانبيه، خليك في الهدف اللي انت رايح له، ركز على الهدف اللي انت رايح له. فخالد بن سفيان هيستنفذ قوه المسلمين وجمع الجيش والجيش جاهز. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقوم جايب واحد من الصحابه عبد الله بن انيس، يقول له يا عبد الله الجيش ده جاي حاربنا، توصل لغايه الجيش وتخش في وسط الجيش وتوصل لخالد بن سفيان تقتله وترجع لي. فتخيل بقى عبد الله بن انيس، عبد الله بن انيس ده، فيقول له ايه؟ بص عشان تعرف قد ايه المهمه صعبه، يقول له صفه لي يا رسول الله، لا خالد بن سفيان ده شكله ايه؟ يعني تخيل هيروح يموت واحد وهو ما يعرفش شكله. فقال صفه لي يا رسول الله، قال اذا رايته تذكرت الشيطان. قال اهذه امر يا رسول الله ما معقوله؟ قال اذا رايته تذكرت الشيطان وستجد لنفسك قشعريره من شكله. يقول فخرجت. يا جماعه راجل قوي يعني. يقول فخرجت حتى وصلت فاذا بالجيش قد تحرك وتجهز، فخافت نفسي. وتخيل تخش جوه جيش تقتل قائد الجيش عشان توقف المعركه، عشان تمحو ان المعركه تبدا، عشان ما تستنفذش طاقه المسلمين، وانت واحد لوحدك. عبد الله بن انيس كم سنه؟ 27 سنه. فدخل عبد الله بن انيس يقول فوقفت بين الناس ثم تقدمت احمسهم واقول في النبي ما اقول، بقى يعني بقى يعني بقول اللي انا عايزه، بخبط زي ما انا عايز، كاني اشدهم تحركا وغضبا على النبي صلى الله عليه وسلم. وايه وهو رايح قال يا رسول الله ائذن لي ان اقول، انا هلخبط الدنيا. قال قل ما شئت. فراح عبد الله بن انيس حتى اعجب به خالد بن سفيان، يقول والله قبل ان يدلوني عليه نظرت في وجهه فقلت صدقت يا رسول الله، عرفته. بصيت في وشه عرفته. فجئت اليه وكنت بجواره، فقال لي من الرجل؟ فقلت يا فقل فقال لي من الرجل؟ فلو قال له نسبه او من قبيله كذا تبقى مشكله، هيعرفه هيكشفه هيجيب الباسبور اللي هو الانساب بتاعه العرب. فقلت له رجل يحمل من الكراهيه لمحمد اشد مما تحمل. ففرح بي، تعبان يعني، ما قالوش طب وريني ومش وريني، لا كده جدع، في ناس بتتاخد بالحماسه. يقول حتى قبلني حارسا له فكنت اصلي براسي حتى لا اكشف. راجل كده بصلي بعناية، انا بقى ويروح يقول ايه اصلا وحشاني الصلاه، يقوم داخل مصلي، طب يا حبيبي تعال مصحصح كده. سيدنا عبد الله بن انيس يقول حتى تمكنت منه فقتلته في خيمته، فصرخت النساء لما سمعوا صوته، فخرجت فاختبأت 3 ليالي في الجبال لا اكل الا ورق الشجر. يعني النبي برضه عارف هو بيبعت مين. يا شباب ده احنا مش بنقول لكم كده، ده احنا بنقول لكم صلوا الفجر، ده احنا بنقول لكم انجحوا في كليتكم، ده احنا بنقول لكم عايزين اختراعات جديده للمسلمين، ده احنا بنقول لكم يعني. شايف عبد الله بن انيس يقول واختبأت واختبأت حتى اقتربت وعدت الى المدينه سليما الحمد لله، وتفرق الجيش، لان هو اللي كان جامعهم. شوف اولا نشوف خطه النبي صلى الله عليه وسلم، وان هو بيجيب حاجه جيش جاي يحاربنا، مين يفكر طب ما تروح تخلص الجيش من هناك قبل ما يجي. تاني حاجه بص عبد الله بن انيس ومجدعته، فرجع عبد الله بن انيس فالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر الي من بعيد قلقا، ايه اللي حصل؟ فقال لي النبي افلح الوجه؟ الوجه جاي بخير؟ فقلت نعم يا رسول الله فعلتها يا رسول الله. فقال الله اكبر، تعالى يا عبد الله. فجئت الى النبي صلى الله عليه وسلم قال اني ساكافئك. فقلت بما يا رسول الله؟ اي وحي كفئني. فقال انتظرني حتى اتيك.
فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته، عارفين انتم القصة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ثم خرج وأعطاني عصاه، عصايا مش عصيته كمان، عصا كده، وقال خذ هذه يا عبد الله. فقلت أهذه المكافأة يا رسول الله؟ بعد كل اللي أنا عملته ده وتديني عصايا وتقول لي هي دي المكافأة؟ فقال النبي خذ هذه يا عبد الله ردها إلي يوم القيامة أدخلك بها الجنة. يقول عبد الله بن أنيس والله ما فرحت بشيء كفرحتي بهذه العصا. الجنة غالية يا أخوان، الجنة غالية أوي 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 أوي، ويا بخته اللي يطمئن في الدنيا إن هو رايح جنة، ومش هنطمئن إلا بأعمالنا أخوانا وبجهدنا لديننا مش بصلاتنا وصومنا وبس. يقول عبد الله فوالله ما تغادر يدي العصا ولا أخرج من بيتي وأتركها، وإنها في يدي فإذا نمت وبت في فراشي أخذها في صدري. الجنة أخوانا غالية قوي، شوف النبي إزاي ربطه بالجنة على طول. ولقد أمرت أن تدفن معي في قبري، تتحط معايا في القبر حتى إذا قامت القيامة وخرجت من مقامي من قبري أأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقول له العصا يا رسول الله أدخلني الجنة، آدي العصاية بتاعتك يا رسول الله تفضل دخلني بقى الجنة. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللي يربط بني آدم بالجنة بعصايا. شفتوا